السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، حياكم الله أخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامج هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي كانت في الجاهلية ويستمر عليها بعض المسلمين، ذكرنا الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر سيكون موجودا في هذه الأمة، الطعن في الأنساب. أنت فيك كذا وكذا، وفي عائلتك كذا وكذا، وقبيلتك كذا وكذا، وهذه من الأمور التي لا تجوز وهي محرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليجعل الناس طبقة واحدة. من حيث ماذا؟ من حيث الجنس والجنسية واللون، ولكنهم يختلفون في التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه من المفاهيم التي رسخها النبي صلى الله عليه وسلم في أمة الإسلام. لا تقول لي والله أنا من قريش وأنا من المهاجرين وأنا من الأنصار، تعال كلمني عن صلاتك وعن الصدقة وعن الصدق والعفاف والبر. هذا الذي يتفاوت به الناس عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لا فضل عربي على عجمي، أحمر على أسود، إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. إذن لا يجوز أن نطعن في الأنساب. هاي من الأمور المحرمة التي كانت في الجاهلية واستمرت مع بعض المسلمين. كذلك من الأمور التي كانت في الجاهلية وموجودة عند المسلمين أو بعض المسلمين، الاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم، ما المقصود الاستسقاء بالنجوم؟ أي يطلبون المطر من النجوم، أو ينسبون نزول المطر إلى النجوم. هذه من الأمور التي لا تجوز. وبفضل الله سبحانه وتعالى عادة ما نرى البديل الصحيح إذا جاء ما حرمه الإسلام. يعني الاستسقاء بالأنواء والنجوم محرم، طيب شو نسوي إذا نبي مطر؟ يعني قبل إذا كانوا يبون المطر شو يسوون؟ يطلبون المطر من النجوم ومن الكواكب. لما جاء الإسلام ماذا نفعل إذا أردنا المطر؟ شرع لنا الاستسقاء عن طريق الصلاة وعن طريق الدعاء. يعني في شيء عندنا معروف اللي هو صلاة الاستسقاء، والحمد لله عندنا في هذا البلد الطيب عندنا وزارة الأوقاف تحدد وقتا لصلاة الاستسقاء. وإذا هذا متى؟ إذا وقف المطر، يعني دخل فصل الشتاء، صار شهر 10 ما نزل المطر، أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة، تدعو وزارة الأوقاف مشكورة الناس أن يصلوا صلاة الاستسقاء. تحدد بعض المساجد يلا الوقت الفلاني صلاة الاستسقاء، فنطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. فأبدلنا الله سبحانه وتعالى خيرا، بدال يكون استسقاء بالنجوم، يا كوكب فلاني يا نجم فلاني أعطينا مطر، لا، صار يا رب اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يدعو الإمام بعد الصلاة أو قبل الصلاة فيقول اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا. أو خطيب الجمعة يدعو الله سبحانه وتعالى، يرفع يديه في آخر الخطبة ويدعو الله سبحانه وتعالى بالسقيا. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف المطر أو تأخر المطر الصلاة أو الدعاء على المنبر من الخطيب ويؤمن الناس في آخر خطبة الجمعة. وهدي الجاهلية هو الاستسقاء بالنجوم. وكما ذكرت، أما أن يكون هذا طلب المطر من النجوم فهذا والعياذ بالله مخالف لعقيدة المسلمين.
لأن الله هو الذي ينزل المطر. من الذي ينزل الغيث؟ الله وحده سبحانه وتعالى. هذه الأصنام وهذه النجوم وهذه الكواكب ما تملك إنزال المطر، لا ينزل المطر إلا الله سبحانه وتعالى. أو من الأمور الجاهلية كذلك اعتقاد أن هذه النجوم سبب لنزول المطر. في حديث جميل يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة بعد صلاة الفجر ماذا قال؟ وكان قد نزل المطر في الليل، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ موقف رهيب. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ طبعا الصحابة ما يدرون، يا رسول الله ماذا قال ربنا؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. بالليل نزل المطر، فبعد صلاة الفجر يعني في الصباح النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم ماذا قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بي، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. فبعد نزول المطر في ناس يقولون الحمد لله رب العالمين أكرمنا ونزل لنا المطر واستانسنا والأرض ارتوت والحمد لله الجو صار جميل. طيب، فهذه من صفات المؤمنين أنهم ينسبون المطر إلى الله. لكن الذي يقول نزل المطر بسبب هذا الكوكب الفلاني أو النجم القطبي والنجم العلاني والأمور هذه من الكواكب، فهذا مؤمن بالكوكب وكافر بالله. إذن الذي ينسب المطر إلى هذه الكواكب فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، فهذا مؤمن بالكوكب كافر بالله. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بعد نزول المطر يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، فلا ينزل المطر إلا الله سبحانه وتعالى، ويستبشر المؤمنون بنزول هذا المطر ويفرحون، بل يفرح البهائم تفرح، وكذلك المزارعون يفرحون، ويستفيد الناس إذا كان هذا المطر بشكل معتدل لا يكسر ولا يهدم. والأمر الأخير في هذا الحديث من أمور الجاهلية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام والنياحة. والنياحة، ما المقصود بالنياحة؟ أي رفع الصوت بالمدح أو التحسر على الميت بعد موته، وعادة هذا يكون من النساء، وإذا كان من الرجال كذلك يكون محرما. النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن هذه الأمور أو ذم هذه الأمور، النائحة أو الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة والحالقة والشاقة، شو معنات الصالقة؟ التي ترفع صوتها بندب على هذا الميت، يعني تصرخ مثلا يموت ولدها ولا زوجها، يا حسافة عليه وليش مات وتوه شباب، أعوذ بالله، هذا فيه احتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. والشاقة يعني تشق ثيابها، تتأثر المرأة، وكذلك قد يحدث هذا من الرجل، يعني لو حدث هذا من الرجل كذلك هذا يعتبر من كبائر الذنوب في اعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى. الشاقة وكذلك الحالقة، أي التي تحلق شعرها عند المصائب، يموت ولدها تحلق الشعر وتشق ثيابها وتصرخ وتعترض على قدر الله. هذه ليست من أمور الإسلام، هذه من الجاهلية، وتأتي عند بعض المسلمين وليس كل المسلمين. ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. سأل الله سبحانه وتعالى السلامة. نكمل هذا الجزء الخطير من هذا الحديث في حلقة الغد إن شاء الله. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.